السلام عليكم، انا جمانة علي من تيم اي سي اي ستم عبور، والنهارده هنشرح 3 الاوز بتاع الايكولوجي. طيب اول الاو بتكلمني عن ايه هي الايكولوجي وايه السكشنز بتاعتها. طب هنبدا باول حاجه اللي هي ايه هي البايودايفرسيتي. It is the variation among living organisms. ده معناه انا دلوقتي لو رحت الاكواتيك ايكو سيستم او المارين لايف هلاقي ان في different types of fish وفي different types of algae والكلام ده كله، فده معناه ان في variation among living organisms، وده بمعنى مختصر ايه هي البايودايفرسيتي. طيب هنا برضو يعني بيوضح لي اكتر ايه هي البايودايفرسيتي وبيقول لي it refers to variabilities among plants والanimals والmicroorganism species. يعني بيقول ان في تنوع كبير ما بين plants والanimals والmicroorganism عامة في living organism كله. وبيقول ان biodiversity includes the number of different organisms and their relative frequencies. طيب هو هنا برضو بيقول لي ان biodiversity holds ecological and economic significance. يعني انا دلوقتي لو جبت كروكودايل او زبرا او سنيك اقدر ان انا اخد الليذر بتاعهم واعمل بيه clothes, bags او shoes، الحاجات دي كلها، فانا كده بستفاد من الايكولوجي اقتصاديا. طيب هنا بيقول لي ايه هي types of biodiversity. عندي genetic diversity و species diversity و ecological diversity. اول حاجة هي ايه species diversity؟ هي a variety of different types of species found in particular area. يعني أنا دلوقتي لو رحت الفورست هلاقي إن عندي different types of animals و different types of plants. يعني هلاقي عندي مثلا ال different types of flower بأنواع وألوان مختلفة، هلاقي برضو عندي lion و kangaroo monkey والحاجات دي كلها، فطبعا في different types of species. طيب تاني حاجة هي ال genetic diversity. refers to the variation among the genetic resource of the organism. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي لو بصيت في مجتمعنا احنا كبشر هلاقي ان كل انسان غير التاني، اذا كان في الهير كولر، في النوز شيب او في الايس شيب، الحاجات دي كلها مختلفة عن بعضها. برضو لو رحت للانيمالز هلاقي مثلا ان الدونكي مش زي الزبرا، بحيث ان الزبرا فيه لاينز والدونكي مفهوش لاينز، تمام؟ وزبرا كمان لونه مختلف عن لون الدونكي. هما من نفس السبيشيز بس different genetics. طيب تالت حاجة عندنا هي ecological diversity. هي collection of living and non-living organisms and their interaction with each other. يعني أنا عندي دلوقتي هلاقي ان الانيمالز في connection ما بينها كبير وما بين البلانتس، بحيث ان أنا عندي الانيمالز يعني في منها بيتغذى على البلانتس، واحنا برضو كهيومنز بنتغذى على البلانتس، في انيمالز برضو بتاكل انيمالز تانية، والحاجات دي كلها. فده في ecological diversity، بحيث ان في connections ما بين كل حاجة وبعضها في الانفايرمنت. طيب ايه هي الimportance of biodiversity؟ عندنا تلاتة، الecological stability والeconomic importance والethical importance. طيب بعد كده عندنا الـ habitats variety. هي different types of living organisms are found in different regions of the world. يعني أنا دلوقتي ما أقدرش إن أنا أجيب polar bear وأجي أقول له تعالى عيش لي في الفورست، طبعا هيموت، لأن دي مش الـ habitat اللي هو بيعيش فيها أو اللي المفروض يعيش فيها. برضو ما أقدرش إن أنا أجيب اللاين وأقول له إن هو يعيش لي في polar region. فكل يعني كل animal أو كل نوع من species ليه habitat معينة إن هو المفروض يعيش فيها. طيب بعد كده هدخل على المايكرو تو ماكرو فود ويب، وهي يعني بتتكلم اكتر عن النيوترينتس واللي هي انكلودينج بايو موليكولز اند انورجانيك كومباوندز ذات افكت اورجانيزم انتراكشن اند ايفولوشن اوفر تايم. ده بمعنى اكتر هو بيتكلم عن الفود ويب بتاعتنا وقد ايه ان الفود ويب المفروض يعني تكون هيلثي وكده، وهنتكلم عن كل حاجه في الفود ويب بالتفصيل. طيب عندنا two types of nutrients، وهي micronutrients اللي هي elements required in small quantities. It includes vitamins, minerals and water. تاني حاجة هي macronutrients، هي elements needed in larger quantity. It includes carbohydrates, fats and proteins. طيب ده الفود بيراميد اللي احنا كنا بنتكلم عنه، وهنبدأ ان احنا نمسك كل section فيه بالتفصيل ونعرفها. طيب اول حاجه هي الماكرونيوترينتس، اليوسج بتاعتها بتبقى اقل من 0.1%. يعني من الكومبوننتس اللي بتبقى موجوده فيها النيتروجين، فوسفورس، كالسيوم، سلفر، بوتاسيوم اند مغنيسيوم. طيب يعني دول بيبقوا موجودين في ايه بالظبط؟ يعني الاليمنتس دي بتبقى موجوده في الكربوهيدرات والبروتينز والفاتس.
طيب اول حاجه عندنا هي carbohydrates. They are found in wide arrays of both healthy and unhealthy food. They come in variety of forms. Most commons are sugar, fibers and starches. يعني ده معانا اكتر بيكلمني عن مثلا bread, الباستا, الحاجات دي كلها, دي كلها فيها carbohydrates. طيب دلوقتي هنقول الانواع carbohydrates. عندنا simple وعندنا complex. simple عندنا فيه monosaccharide وdisaccharide. من المونوساكرايد glucose, fructose and galactose. والدايساكرايد مالتوز, لاكتوز وساكروز. الحاجات دي مش مهمة قوي ان احنا نعرفها لان احنا خدناها في الترم الاول بالتفصيل, فمجرد بس نبقى فاكرين كل حاجة فيه. طيب الكمبلكس برضو عندنا بوليساكرايد, هي الستارشز والفايبرز والجلايكوجين. طيب تاني حاجة عندنا هي proteins. they are found in various body tissues and parts. طيب البروتينز دي عامه هي اكتر حاجه مهمه في الجسم بتاعنا, بحيث ان هي بتعمل الانزيمز والهيموجلوبين والحاجات التانية كتير. والصوره اللي قدامنا دي يعني هي يعتبر لما البروتينز بكل انواعها, فهنبص عليها بصه سريعه. طيب اول حاجه عندنا composition and solubility of proteins. عندنا simple proteins والconjugated proteins والdrive proteins. دول اللي احنا اخدناهم في الترم الاول, واغلبيه الحاجات دي يعني احنا عارفينها بالتفصيل, فبرضو هنبص عليها بصه سريعه مش هنتعمق فيها قوي. في طبعا عندنا nutritive value of proteins والshape and size of proteins. يعني هو الصوره دي مقسمه proteins لكل section معين, يعني كل بروتين في انهي section فيهم. طيب تالت حاجه عندنا هي الفاتس, هي source of essential fatty acids which the body can't make by itself. يعني في عندنا fatty acids ما يقدرش ان البادي يعملها, فبيبدا ان هو يستعين بالفاتس بحيث ان هي تعملها. وهي helps the body to absorb vitamin A و D و E. برضو هنلقي هنا نظره سريعه على البيكتشر دي, تقدروا طبعا تاخدوا سكرين شوت وتشوفوها اكتر, بس عشان الحاجات دي كنا واخدينها في الترم الاول فيعتبر بس هنقولها. طيب اول حاجه عندنا هي saturated fatty acids, هي no double bond straight structure وsolid at room temperature. السورسز اللي انا اقدر اخد منها saturated fatty acid هي البيف والبتر والكوكونات اويل. تاني حاجه عندي هي trans fatty acids, هي one or more double bonds straight structure وsemi solid او solid at room temperature. عندنا برضو هنا زي cream soup وspuff pastry او chicken pie. تالت حاجة هي المونو unsaturated, هي one double bond in configuration وهي bent structure وliquid at room temperature. اقدر ان انا اخدها من الاوليف اويل او الكونولا اويل او البينات اويل. رابع حاجة هي البولي unsaturated, هي multiple double bonds و even more bent وliquid at room temperature. اقدر ان انا اخدها برضو من الصويا بين اويل او كورن اويل او الفاتي فيش. طيب تاني حاجه بعد كده عندنا المايكرونيوترينز. طيب احنا عارفين ان المايكرونيوترينز اليوسج بتاعتها بتبقى دايما اقل من 0.1%, وهي بتتكون من فيتامينز ومينرالز واورجانيك اسيد. اول حاجه عندنا هي الفيتامينز. بيقول ان فيتامين A makes the immune system work effectively. يعني فيتامين A ده بيساعد في ان هو يقوي المناعه بتاعتنا, بحيث ان في لو في اي مرض تقدر ان المناعه تصده. تاني حاجه keeps our skin healthy. بعد كده supports reproduction and growth. بعد كده helps with vision. بس احنا عارفين طبعا لو الحاجة زادت عن حدها تتقلب لضدها, فلو فيتامين A زاد عن حده في الجسم بتاعنا ممكن يعمل night blindness and irreversible blindness. يعني ممكن يسبب العمى الليلي او العمى الدائم. ممكن يعمل excessive creatine build up of the skin, وكل لما الكرياتين زاد عندنا الجلد بتاعنا هيتضر اكتر, وممكن يعمل increase risk of infections. طيب بعد كده من الفودز اللي بتضم فيتامين اي, عندنا الريد بيبر وعندنا الكاروت وعندنا البامكن والبتر والتشيز. الحاجات دي كلها نقدر ناخد منها فيتامين اي. تاني فيتامين عندنا هو فيتامين بي. بيقول بي جروب فيتامينز هيلبس اور بودي يوز انرجي ييلدينج نيوترينتس. طيب ايه عندنا الانرجي ييلدينج نيوترينتس؟ عندنا الكربوهيدرات والفاتس والبروتين, لان جسمنا طبعا مش هيعرف ان هو يعمل ابزورب ليها كويس قوي, ففيتامين بي بيقدر ان هو يساعد على الابزوربشن بتاع الحاجات دي من الفود. طيب تاني حاجة بيقول ان فيتامين بي في جروبس منه بتقدر ان هي تعمل ملتبلاي للسيلز باي ملتبلاينج دي ان اي, يعني بيساعد برضو في السيل ديفيجن. طيب احنا عندنا 8 types of vitamin B: B1, B2, B3, B6, B7, B5, B9 و B12.
الفيتامينز دي يعني مجرد بس نعرف ان احنا عندنا كذا فيتامين بي، مش فيتامين بي واحد. طيب من الفودز برضو اللي بتضم فيتامين بي عندنا البينز والاوتس والنوتس اند سيدز والبانانز، الحاجات دي كلها موجودة فيها فيتامين بي. طيب تالت فيتامين عندنا هو فيتامين سي، وبيقول برضو ان فيتامين سي ليه اسم تاني اللي هو اسكوربيك اسيد، و plays a crucial role in various metabolic process. طيب ايه بقى الميتابوليك بروسيس دي؟ الكولاجين فورميشن، لان احنا طبعا عارفين ان الكولاجين ده اهم حاجة عندنا في العظم، لان هو اللي بيعمل المفاصل ما بين العظم. تاني حاجة الايرون ابزوربشن والانتي اوكسيدنت فانكشن والانفكشن فايتنج، يعني هو برضو بيلعب دور ان هو يقوي الاميون سيستم زي فيتامين اي. طيب بعد كده بيقول it's essential for strengthening skin و blood vessels و bone and healing wounds. بيقول ان vitamin C aids in the immune system function، زي ما احنا قلنا ان vitamin C بيقوي الimmune system عندنا زي vitamin A. طيب رابع فيتامين عندنا هو فيتامين دي، بيقول فيتامين دي is crucial for bone and muscle health، يعني ده مفيد جدا لعظمنا ولصحة جسمنا. بيقول is produced by UV radiation and regular physical activity، يعني لو احنا عملنا activity مثلا رحنا الجيم او كده الفيتامين دي عندنا بيبقى اقوى بكتير. وبرده ان انت تقعد في الشمس من الساعة 9 للساعة 11 دي تبقى مفيدة جدا ليك، لكن من بعد الساعة 11 يعني الشمس تبقى مضرة، فيفضل من الساعة 9 للساعة 11. طيب بعد كده بيقول ان فيتامين دي deficiency can lead to decline in bone density. طيب ده معناه ايه؟ يعني مثلا لو احنا عندنا فيتامين دي قل في الجسم، فكل لما بنكبر كل لما بيحصل عندنا bone deficiency اكتر. وغير كده كمان بيقول ان فيتامين دي cause osteoporosis، يعني ايه؟ يعني احنا برضو لو قل عندنا فيتامين دي هيسبب لنا هشاشة في العظام، فعلشان كده برضو لازم نكون عندنا كمية متوفرة من فيتامين دي في جسمنا، بس طبعا ما نزودش عن الكمية دي. طيب في 8 types of vitamin B، عندنا B1, B2, B3, B6, B7, B5, B9 و B12، والأسماء بتاعتهم جنبهم لو حد يعني عاوز يطلع على الأسماء بتاعتهم أكتر، بس هو في الغالب بيجي يعني رقم الفيتامين. طيب بعد كده عندنا producers and consumers. أول حاجة producers هي الorganism that can produce food for itself by using energy from sun or chemicals found in the ocean. يعني عندنا هو باختصار بيتكلم عن البلانتس بكل أنواعها، البلانتس اللي في المارين لايف أو اللي في التريستريال إيكوسيستم. طيب البلانتس دي طبعا احنا عارفين ان هي ما بتتغذاش على اي كرياتشر، لكن هي بتعمل فوتوسينثيسيس. عندنا فوتوسينثيسيس يعني دي بتعملها من الصن ومن الكربون دايكسايد ومن النيوترينس اللي بتاخدها من الصيل. طيب الاكزامبلز على البروديوسرز دي هي التريز والجراس والالجي وكاينوبكتيريا والفايتوبلانكتون. طيب تاني حاجة عندنا هي consumers، هي organism that can produce its own food. يعني عندنا مثلا الرابت ما يقدرش ان هو يعمل اكله بنفسه، فمضطر ان هو ياكل plants. اللاين برضو نفس الموضوع، مضطر ان هو ياكل pigs او مضطر ان هو برضو ياكل rabbit، فما يقدرش ان هما يعملوا اكلهم بنفسه. طيب في 4 types of consumers هما الominivores, carnivores, herbivores with decomposers. طيب اول نوع عندنا هو الherbivores، هي living organism that only eat plants to get the food and energy they need. يعني هي الanimals اللي بتاكل بس plants. عندنا زي الelephants, الcows, الpigs والrabbits. تاني حاجة عندنا هي carnivores، هي living things that only eat meat. يعني مثلا زي اللاين او التايجرز او الشاركس، الانيمالز دي ما يقدروش ان هم ياكلوا بلانتس، لا هم بياكلوا انيمالز كانت اكله بلانتس قبل كده. طيب تالت نوع عندنا هو الاومنيفورس، هو eat both plants and animals to get energy. يعني مثلا زينا احنا كبشر نقدر ان احنا ناكل البلانتس ونقدر ان احنا ناكل الانيمالز. اكزامبل على الحاجات دي هي البير، الدوجز، تيرتلز والراكونز. الحيوانات دي كلها بتقدر ان هي تاكل الحاجتين. رابع حاجة عندنا هي الديكمبوزرز، هي break down dead plants and animals materials. يعني عندنا الديكمبوزرز دول هما المحللات، بيقدروا ان هما يحللوا مثلا البشر بعد لما يموتوا او الانيمالز اللي ميتة، الحاجات دي كلها. الاكزامبلز of decomposers هي الايرثورمز والمشرومز. طيب بعد كده عندنا classification of herbivores. طيب في عندنا 4 types of herbivores هما frugivores,
وجرانيفورس ونكتاريفورس وفوليفورس. فاجيفورس فيد almost entirely on fruits، يعني دول كده ولا كده الهيربيفورس هما بياكلوا plants بس، فدول بياكلوا بقى أكتر الفروتس. تاني حاجة granivores fed primarily on seeds and grains، يعني بياكلوا الحبوب أكتر. النكتاريفورس the diet consists of nectar، والفوليفورس eat mostly leaves. طيب في برضو different classifications من الكارنيفورس. عندنا مثلا الافيفور consume birds، يعني مثلا زي كروكودايل بياكل الطيور. الانسكتيفورس consume insects، مثلا يعني ممكن اي انيمال صغير مثلا زي الليزرد هنلاقيه ان هو consume الانسكت. تالت حاجة هي vermivore consume worms، يعني مثلا بتبقى في types of birds بيبقى المنقار بتاعها صغير قوي، فدي بنلاقيها ان هي بتاكل الورمز. طيب رابع حاجة هي الهيماتوفيج وكونسيوم بلود. عندنا مثلا زي الموسكيتو هلاقي ان دي عندنا يعني هيماتوفيج. طيب البيسكيفور كونسيوم فيش، عندنا مثلا زي الشوركس او اي بيج فيش هنلاقي برضو ان هي بتاكل فيش اصغر منها. طيب اخر حاجة عندنا هي الاوفيفور كونسيوم الاجز. طيب بعد كده هنا بيقول لي على الترتيب بتاع consumers، لان زي ما انتوا عارفين ممكن يجي عندي سؤال في الامتحان يقول لي مثلا يجيب لي food chain يقول لي رتبي لي food chain دي على انهي primary consumer وانهي secondary consumer. طيب انا عندي دلوقتي لو في food chain فيها frog وفيها eagle وplant وفيها snake وفيها insect، انا هرتبهم ازاي؟ اول حاجة عندي ان plants هي اللي هتبقى producer، بعد كده حط الانسكت على انها primary consumer، بعد كده حط الفروج على انه secondary consumer، بعد كده السنيك هتبقى هي tertiary consumer، وبعد كده الايجل هو quaternary consumer. ممكن يجيلي مثلا في الفود تشين 4 animals او 5 animals، فعلى حسب هو هيجيب لي ايه. طيب بعد كده عندنا الفود تشين. الفود تشين دي باختصار هي nutrients and energy moves from autotrophs to heterotrophs and eventually to decomposers، يعني بتبقى سلسلة من الحيوانات اللي بتاكل بعضها هو بيحطها بالترتيب بحيث اللي بيجي الأول بعدين اللي بيتغذى عليه بعديه والكلام ده كله. طيب الفود تشين is drawn using arrows to indicate the direction in which energy is transferred from one organism to the next، يعني ممكن يجي دلوقتي في الامتحان مثلا تشوز ويبقى مرتب لك الانيمالز باروز او حاجه زي كده، بحيث ان هو هيوريك الفود تشين هتمشي من اني انيمال للانيمال اللي بعديه. طيب بعدين most food chains consist of 2, 3 or 4 transfer، يعني ما بين كل انيمال وانيمال بيبقى فيه ترانسفير، فعلشان كده يعني الفود تشين بيبقى فيها اكتر من ترانسفير. طيب بعد كده عندنا الفود ويب. الفود ويب دي هي simple food chain و easy to study، هو ما بتبقاش complex قوي زي الفود تشين وبتبقى realistic اكتر، هنتعرف عليها في الصورة الجاية. طيب هنلاقي ان هي realistic model than a food chain because most organisms depend on more than one، يعني مثلا عندنا هنا السنيك بيعتمد مثلا هو ممكن ياكل رابت، ممكن ياكل رات، ممكن ياكل كذا حاجة مش حاجة معينة. الرابت برضو ممكن ياكل ال different types of plants، الفوكس ممكن ياكل رابت، ممكن ياكل بيرد، الحاجات دي كلها. طيب بعد كده عندنا grazing food web والdetrital food web. هما ال two food webs دول يعني يعتبر عكس بعض، لان grazing food web بتبدأ بالproducers والdetrital food web بتبدأ بالdecomposers، فعندنا ممكن نفرق ما بينهم مثلا لو احنا متلخبطين او كده. الجرازنج اولها جي، فالجي برضو بتاعت الجراس يعني الجراس اوله جي، فالاتنين شبه بعض. الداترشل برضو اولها دي والديكمبوزرز اولها دي، فبكده يعني بطريقة اسهل ان احنا نفرق ما بينهم. طيب for example in the meadow ecosystem there is a grazing food web of plants and animals that provides input for a detrital food webs of bacteria and fungi، يعني زي ما احنا قلنا ان الgrazing بتبدأ بالproducers والdetrital بتبدأ بالdecomposers. طيب عندنا برضو دي هنا بتوضح ازاي بتبدأ في الاول،
بحيث ان الانسكتس او البيردز او الحاجات دي بتبدأ ان هي تتغذى على الجراس او البلانتس، بعدين بتطلع ان مثلا الكونسيومرز تاكلها اذا كان اول سنيك فروج الحاجات دي كلها، بعدين بترجع تاني للارض بخلال ان هي لو ماتت بيحللها ديكومبوزر. طيب بعد كده عندنا الايكولوجيكال بيراميد، وهو model the distribution of matter and energy within an ecosystem. يعني بدأ ان هو يقول لنا الترانسفير بتاع الانرجي ما بين الايكوسيستم وبعضه، وبرضه بيقول لنا transfer of matter. عندنا برضه ان هو represent the autotrophs or first trophic level و hard trophic level are layered on the top of one another. طيب عندنا من ال types of ecological pyramid، عندنا pyramid of energy و pyramid of numbers و pyramid of biomass. طيب بعد كده عندنا pyramid of energy. The pyramid of energy illustrates the amount of available energy decrease at each succeeding trophic level. يعني ده معناه ان هو البيراميد ده بيوضح لي الانرجي لوست قد ايه ما بين كل trophic level والتاني. يعني انا دلوقتي لو عندي الانرجي equal 100% فهتطلع للtrophic level اللي بعديه هتبقى 10%. تمام، هنا بيقول total energy transferred from one trophic level to the next is only 10% زي ما احنا قلنا. ليه بقى بيحصل الكلام ده؟ When an organism consumes food, it uses some of energy in the food for its metabolism. Some of for building body tissues and some is given off as heat. يعني مش الانرجي كلها يعني بيحصل لها consumed، لا ده فيها حاجات تانية بتabsorb الانرجي دي، فطبعا الانرجي كلها مش بتبقى متاخدة كاملة. طيب زي ما احنا قلنا هنا هنلاقي دلوقتي لو دي trophic levels لاي pyramid of energy، كل لما بنطلع الهيت او الانرجي بتقل اكتر، لان عندنا في اول traffic level كانت 100%، بعد كده هنلاقي ان هي قلت ل 10%، بعدين 1%، بعدين 0.1%، فهي بتقل كل لما نطلع traffic level. طيب بعد كده عندنا pyramid of numbers، هو show the population size decrease at each higher traffic level. يعني عندنا دلوقتي في شوية جراس كتير، فمثلا الأمان بتاعهم 3000 زي ما مكتوب هنا، هيجي 250 جراس هوبر هياكلوا 3000 جراس دول، بعدين 25 بيردز هياكلوا 250 جراس هوبر، بعدين الفوكس الواحد هياكل 25. فلاقي ان في ديكريز للسايز، يعني كل لما بنطلع بنلاقي ان في ديكريز بيحصل للانيمالز اكتر. طيب بعد كده عندنا الاكستنكشن. زي ما احنا عارفين ان في انيمالز كانت موجوده زمان دلوقتي ما بقتش موجوده، زي مثلا الديناصور كان موجود زمان بس بسبب ناتشرال ديزاستر ما بقاش موجود دلوقتي، ومثلا برضو زي الدودو بيرد كان موجود زمان لكن بسبب ان كان في هانتنج كتير ليه كانه دك، او برضو كانوا بيستخدموا الفيدر بتاعه جدا فحصل له اكستنكشن وما بقاش موجود. فده باختصار ايه هي الاكستنكشن. طيب بعد كده عندنا الايكوسيستم امبالانس، والايكوسيستم امبالانس ده بيحصل برضو بسبب الناتشرال ديزاستر او الهيومن ديزاستر. مثلا عندنا لو في تايب اوف فيش بيتغذى على الشمب، تمام، بدل ان احنا نصطاد الشمب ده بكميات كبيره جدا وما بقاش الشمب ده موجود زي الاول، فيبدا ان يحصل للتايب اوف فيش ده اكستنكشن بسبب ان هو مش لاقي الشمب اللي ياكله. فده برضو باختصار الايكوسيستم امبالانس. طيب دلوقتي هنتكلم عن إلقاء 13، وهي بتتكلم عن السايكلز اللي في الانفايرمنت بوجه عام. اول سايكل عندنا هي الووتر سايكل. طيب الووتر سايكل ليها طريقين، اول طريق معانا هي الووتر ايفابوريتس فروم ليكس اند اوشنز اند بيكم ووتر فيبر. يعني بتبدا ان المياه اللي في الاوشنز والليكس والسيز تبدا ان هي تتبخر، وبعدين it forms clouds in the air. والكلاودز دي بعدين كل لما هي يحصل لها كوندنسيشن تبدأ ان هي تعمل small drops، والsmall drops دي ممكن تبقى ice او rain او snow. بعدين the water falls to the earth and accumulates in oceans and lakes again. يعني كلها cycle برضو بتمشي ورا بعضها، الwater بيحصل لها evaporation في الاول من lakes والseas، بعدين بيحصل لها condensation في الair فبتعمل clouds، بعد كده الclouds دي بتبدأ ان هي يحصل لها condensation كبير قوي فبتبدأ ان هي تتحول لرين او سنو،
وبعد كده الرين والسنو ده بينزل تاني للليكس والسيز، فبتبدأ ان السايكل تتعاد تاني من اول وجديد. طيب تاني طريق للووتر سايكل هو plants pull water from the ground and lose water from their leaves through process called transpiration. This activity puts water vapor into the air. Well, animals breathe out water vapor in every breath. When they perspire or urinate, water also is returned to the environment. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي احنا عارفين ان البلانتس طبعا بيحصل لها فوتوسينثس، فالفوتوسينثس دي محتاجه ووتر عشان تحصل. طيب الووتر دي بتبدا ان البلانتس تعمل لها ابزورب مثلا من السويل، وبعد كده بيحصل لها ريليز بالبروسيس اللي احنا عارفينها ترانسبيريشن. لما بيحصل البروسيس دي بتبدا ان الترانسبيريشن ده بيطلع من الووتر فيبر، ووتر فيبر دي بيتنفسها الانيمالز وبتخرج على يورين او بيرسباير. بعد كده اليورين او بيرسباير ده بيرجع تاني للانفايرمنت عن طريق السويل، فهي برضو سايكل بتمشي ورا بعضها. طيب تاني سايكل عندنا هي الكربون سايكل. الكربون طبعا مهم جدا بالنسبه لنا لانه بيدخل في الكربوهيدرات والبروتينز والفاتس. طيب الكربون سايكل دي بتبدا ازاي؟ بيبدا ان الكربون دايوكسيد بيبقى موجود في الاتموسفير، بعدين بيحصل ابزوربشن من البلانتس او الالجي عن طريق الفوتوسينثس. عنده بقى طريق من الطريقين، لإلا يرجع تاني كربون دايوكسيد للأتموسفير على أساس الريسبيريشن، أو إن الأنيمالز فيد أون البلانتس أو الألجي دي، فبيبدأ إن الكربون يبقى ترانسفيرد للأنيمالز دي. طيب برضو الكربون ساعتها هيبقى ليه طريق من الطريقين، لإلا الكربون اللي في الأنيمال يخرج إنه يبقى كربون إن ويست أند ديد أنيمالز، لإلا الكربون اللي في الانيمال ده يخرج عن طريق الريسبيريشن فيرجع تاني للاتموسفير. طيب بعد كده الكربون ان ويست اند ديد انيمالز ده ليه طريق من الطريقين، لإلا يتحول لفوسيل فيولز، فالفوسيل فيولز دي نعمل لها كومبستشن فترجع تاني للاتموسفير، يعني مثلا نستخدمها في الفاكتوريز او في الاندستري فترجع تاني للاتموسفير على اساس ان هي سموك وكده. لإلا الكربون ان ويست ده بيحصل له ديكومبوزيشن باي مايكرو اورجانيزم، وبعدين الديكومبوزنج اورجانيزم دي بيحصل لها ريسبيريشن فيرجع تاني للاتموسفير. ده يعتبر الكربون سايكل باختصار. طيب يبقى كده ملخصا سريعا للكربون سايكل، الكربون دايوكسيد اللي موجود في الاتموسفير بيبدا ان هو يروح للبلانتس والالجي وعن طريق فوتوسينثس، وممكن البلانتس ترجعه تاني عن طريق الريسبيريشن. طيب لو كملت هيحصل ايه؟ الانيمالز هتتغذى على البلانتس والالجي دي، بعدين الانيمالز دي هتطلع كربون اللي جواها على اساس ان هو ويست او تبقى ديد انيمالز. طيب الديد انيمالز او الويست ده بيحصل له ايه؟ بيحصل له ديكومبوزيشن باي مايكرو اورجانيزم ويروح راجع تاني للاتموسفير عن طريق الريسبيريشن، او ممكن من الكربون ان ويست اند ديد انيمالز دي تروح لفوسيل فيولز ويحصل لها كومبستشن وترجع تاني للاتموسفير. طيب تالت سايكل عندنا هي النيتروجين سايكل. النيتروجين سايكل يعني هي مهمه جدا لان اصلا بلانتس بيستخدم النيتروجين. طيب تالت سايكل عندنا هي النيتروجين سايكل. النيتروجين مهم جدا جدا بالنسبه للبلانتس لان البلانتس بتستخدمه فان هي تعمل نيوترينتس بتاعتها، بس البلانتس ما بتقدرش ان هي تعمل له ابزورب من الاتموسفير، فبيضطر فارمرز ان هما يحطوها في الفيرتلايزر علشان يحطوه في السويل، فبيبدا ان البلانتس ان يعمل ابزوربشن للنيتروجين اللي في السويل ويبدا ان هو يعمل النيوترينتس بتاعته. طيب عندنا النيتروجين سايكل بتبدا بايه؟ ان النيتروجين بيبقى موجود في الاتموسفير، بعدين النيتروجين الموجود في الاتموسفير ده بيحصل له النيتروجين فيكسيشن فبيتحول لل NH3 عن طريق بكتيريا اسمها نيتروفاينج فيكسينج بكتيريا. طيب بعد كده ال NH3 اللي هي الامونيا دي بتتحول للبلانتس عن طريق بروسيس اسمها assimilation، بعدين البلانتس بيحصل له decomposition ويتحول وتتحول لل NH3 اللي هي الامونيا اللي موجوده في البلانتس دي تتحول لل NH4 اللي هي بتبقى الأمونيوم، بعدين ال NH4 دي بتتحول لل NO2 عن طريق process اسمها nitrification، بعدين ال NO2 ده بيتحول لل NO3، وبعدين ال NO3 بترجع تاني للأتموسفير على النيتروجين عن طريق process اسمها gentrification. طيب ده أول pathway يقدر إن النيتروجين يمشي فيه،
يبقى النيتروجين بيحصل له النيتروجين فيكسيشن، يتحول ل NH3 اللي هي الأمونيا، بعدين الأمونيا اللي موجودة دي بتروح للبلانتس عن طريق بروسس اسمها assimilation، والبكتيريا اللي بتعمل assimilation هي النيتروفاينج بكتيريا. بعدين ال NH3 بتتحول لل NH4 اللي هي بتبقى الأمونيوم لما البلانتس بيحصل له decomposition. بعدين ال NH4 بتتحول لل NO2 عن طريق بروسس اسمها nitrification. بعدين ال NO2 بتتحول ل NO3، بعدين ال NO3 بترجع تاني للأتموسفير على النيتروجين عن طريق بروسس اسمها dentrification. طيب تاني pathway عندنا ال dead animals أو ال waste بتاع ال animals بيبقى موجود في أمونيا، فبيحصل process اسمها ammonification، بالأمونيا اللي هي NH4 دي بتتحول لل NO2. بعدين ال NO2 ده عن طريق النيتروفاين بكتيريا بيتحول لل NO3 عن طريق process اسمها النيتروفيكيشن. النيتروفيكيشن دي يعني بعد process دي بعد ما يتحول لل NO3 في two pathways، لإلا يحصل له الدنتريفيكيشن عن طريق الدنتريفاينج بكتيريا ويرجع تاني للأتموسفير على أساس أنه هو النيتروجين، لإلا الـ NO3 دي تحصل لها assimilation وترجع تاني للبلانتس ويحصل السايكل تكمل عن طريق الباثوي الأولى اللي احنا قلنا عليها. كده يبقى خلصنا النيتروجين سايكل وندخل في الفوسفورس سايكل. طيب الفوسفورس سايكل هي بسيطة جدا وسهلة قوي. عندنا يعني فوسفريت روكس بيبدأ ان هي يحصل لها أبليفت، فالأبليفت ده بيخلي الفوسفريت روكس دي بتبقى ماونتنز. طيب الماونتنز بعد كده بيحصل لها ويذرينج أو إيروجن، فالويذرينج أو الإيروجن ده بيخلي مثلا حتات من الماونتنز تتكسر وكده فبتنزل على أساس ان هي روكس. الروكس دي بيبدأ ان يحصل لها assimilation فبتروح للتريز، مثلا بقى الفوسفرس اللي فيها بيبدأ ان هو يروح للتريز أو حاجة زي كده. بعدين التريز دي بيحصل لها decomposition فبتتحول للسيدمنتس، يعني الديكومبوزيشن بيحصل مثلا في السويل او كده، فالسيدمنتس اللي موجودة في السويل تبدا ان هي كمان تبقى عندها فوسفرس جواها. بعدين السيدمنتس دي بتروح للاوشن والاوشن بعد كده بيرجعها تاني ان هي تبقى فوسفيت روكس وتتعاد تاني السايكل من اول وجديد. زي ما هنا برضو موجود عندنا في الصورة ان الفوسفيت اللي بيبقى في الماونتنز بيحصل له ويذرنج، بعدين بينزل على البلانتس او بينزل على الاوشن، وبعدين بيحصل بريسيبتيشن تحت، والروكس بتاعه الفوسفورس دي او الفوسفيت بتبدا ان هي يحصل لها ابليفت فتعمل ماونتنز والكلام ده كله. طيب بعد كده في هنا سم انفورميشنز بيقول ان كاربون كوانتيتي فيكست فروم ذا بيجينينج اوف لايف، والاوشينيك كاربون سايكل هي يعني الايكولوجيكالي اوشنز تيك مور كاربون ذان جيف اوت، فعشان كده الأوشنز دي بنسميها carbon sink. والمارن animals convert carbon into calcium carbonate which is required to build their shells. زي الشيلز اللي عندنا دي بتبقى في الغالب مبنية من الكالسيوم كاربونيت اللي هو متحول عن الكربون. طيب بعد كده عندنا carbon reservoirs هما 4 majors، عندنا البيوسفير واللايزوسفير والأتموسفير والهيدروسفير. البيوسفير including the living organism، زي ما احنا طبعا قلنا ان هي بيحصل لها من البلانتس والانيمالز والحاجات دي كلها. الليزوسفير انكلودز ذا روكس، لان طبعا في من الكومبوننتس بتاعه الروكس ممكن نلاقي عادي كربون. ثالث حاجه الاتموسفير انكلودنج كربون دايوكسيد، ورابع حاجه الهيدروسفير ان ذا ووتر. طيب بعد كده عندنا هنا الايفكت اوف هيومن اون كربون سايكل، عندنا ان احنا مثلا بنستخدم البيرنينج اوف فوسيل فيولز زي ما احنا قلنا في كربون سايكل، ان احنا ممكن نستخدم فوسيل فيولز دي وبتطلع تاني للاتموسفير على اساس ان هي كربون دايوكسيد في السموك بتاعها، والتشينجينج لاند يوز واليوزينج لايمستون تو ميك كونكريت، الحاجات دي كلها بتافكت ذا كربون سايكل. طيب دلوقتي هنبدا في الاو 14، وهو بيقول لي ايه هي الايكو سيستم سيرفيسز. طيب ايه الايكو سيستم اصلا؟ بيقول لي الايكو سيستم ده هو يعني يعتبر انفايرمنت، it includes the air والwater والanimals والfood والحاجات دي كلها، يعني اي creature في الenvironment اذا كان living او non-living ده بيكون لي ecosystem. طب بيقول ان الecosystem are communities formed by interaction between living organism and non-living organism. طب living organism مثلا زي plants والanimals والmicrobes، non-living زي the air والwater والminerals والsoil.
فده بيكون لي كله مع بعضه الـ Ecosystem Services. طيب يعني ايه Management of Resources؟ Management of Resources معناها Solving or Averting Environmental Issues through Knowledge-Based Leadership. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا ببدأ اشوف الريسورسز اللي عندي في الانفايرمنت بتاعتي، اذا كان الريسورس ده انا محتاجاه ولا لا، والريسورس ده مفيد عندي ومتوفر عندي ولا لا. فرضا انا دلوقتي عندي كاو، الكاو دي طبعا لازم لها انفايرمنت معين ان هي تعيش فيها. طيب انا هبدأ ان انا اشوف مثلا الانفايرمنت دي متوفرة ولا لا، عندي الجراس الكافي ليها ولا لا، عندي الصن مثلا كافية ليها، عندي الانفايرمنت اللي هي مفروض تعيش فيها اذا كانت وورم كولد اي حاجة من الحاجات دي ولا لا. فعشان كده انا ببدأ ان انا اعمل management of resource. طيب ايه types of natural resource اللي عندي؟ عندي الصن، minerals، oil، water، forest، rocks، air، soil، الحاجات دي كلها بالنسبة لي natural resource. فأنا مضطر إن أنا أعمل لها management، أشوف الحاجات دي يعني موجودة عندي ولا لا، الحاجات دي أنا هحتاجها ولا مش هحتاجها. طيب بعد كده عندي theoretical versus actual situations in ecosystem. أول حاجة إيه هي theoretical ecology؟ هو بيقول إن دي use of conceptual, mathematical and computational methods to address ecological problems. طيب يعني ايه الكلام ده؟ ان انا ببدأ ان انا استخدم مثلا الكمبيوتر، بستخدم الماثيماتكس، بستخدم التكنيكس بتاعتي اللي موجودة عندي والمتاحة عندي ان انا احل الديستربنس اللي موجود عندي في الانفايرمنت او احل البروبلمز اللي عندي. زي ما هنا بيقول it makes use of idealized ecological system representations و it look to add problems that are frequently out of control of an experiment or observational study. يعني ببدأ ان انا اشوف مثلا لو عندي اي تجارب او اي study عندي في الانفايرمنت بتاعتي، ببدأ ان انا اشوف الحلول او البروبلمز بتاعتها علشان الاقي حلول ليها. كده theoretical ecology دي متفرعة لكذا حاجة. اول حاجة هي الميكروسيستم. microsystem is the setting in which we have direct social interactions with social agents. يعني ببدأ ان انا مثلا كبيرسون او كده، ببدأ ان انا يبقى عندي social interactions مثلا مع السكول بتاعتي، مع الفاميلي بتاعتي، الحاجات دي. يعني ده بالنسبة لي social agent، وكيل اجتماعي ليا. فببدأ ان انا يبقى يعني الميكروسيستم ده بيشوف الانخلاط ما بيني وما بين الانفايرمنت اللي حواليا. طيب بعد كده الميزو سيستم، هو بيقول برضو ان هو بيشوف او بيعرف ال relationships between the microsystem and in one's life. يعني بيبدأ ان هو برضو بيشوف ال relationship بتاعتي انا والمدرسة مثلا ايه موجود فيها، ال relationship ما بيني وما بين الفاميلي بتاعتي وال interactions ما بيننا وما بين بعض. وبيقول this means that your family experience may be related to your school experience. يعني أنا دلوقتي لو مثلا في تجارب مرت عليا أنا وعائلتي مع بعض، برضو ممكن ألاقي نفس التجارب دي أمرها مع حد من أصحابي في المدرسة أو أمرها مع حد من المدرسين، تبقى برضو نفس الموضوع. طيب بعد كده عندنا الإكزو سيستم. الإكزو سيستم ده يعني اختصارا هو المفروض بيشوف الـ personal active والـ active roles بتاعته إيه، والـ personal non-active والـ non-active roles بتاعته إيه. يعني هو دلوقتي بيشوف مين الـ active person مين الـ non-active person. non-active person الـ environment بتبقى بتاعته عاملة إزاي، والـ active person برضو الـ environment بتبقى بتاعته عاملة إزاي. بعد كده عندي الـ macro system، وهو بيقول it's the setting is the actual culture of an individual. يعني في الماكرو سيستم بينخلط اكتر بالكالتشر بتاعه البيرسون، بالاعتقادات بتاعته، بالتراديشنز بتاعته، الحاجات دي كلها. هو بيبدا ان هو يعرف في الحاجات دي وبيعرف البيرسون ده related to any culture. طيب بعد كده عندنا كرونو سيستم. هو بيقول لي it includes the transitions and shifts in one's life span. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي مثلا لو كنت عايشه في حته غنيه قوي ويعني اهلي من ناس غني وكده، بعدين حصل لنا ظروف او مشكله فحصل لايف سبان في حياتي، فبقيت دلوقتي عايشه في حته فقيره او كده. هو بقى بينكلود الجزء ده، يعني بيشوف الترانزيشنز اللي بتحصل في حياه الشخص. هو برضو ممكن ان احنا نقول ان هو مثلا لو حصل مع الشخص ده حاجه قبل كده، او مثلا لو ده كان حد في الجيش ودخل حرب او حاجه زي دي، ممكن ان يحصل له برضو لايف سبان، بحيث ان الجيش ده او الحرب دي هتبدا ان هو تاثر على حياته، مثلا شخصيته هتتغير، شكله هيتغير، طريقه تعامله مع الناس هتتغير، الحاجات دي كلها. طيب بعد كده عندي الاكشوال ايكولوجي. هو بيقول
an ecosystem is a geographical area where a bubble of life is created by the interaction of weather, landscapes, plants, and animals. يعني هو بيحدد لي the interactions between the person أو the people وال environment بتاعتهم, إذا كانت the weather, the landscapes, the plants, the animals, الحاجات دي كلها. بعد كده عندي natural disturbance. إيه هي natural disturbance؟ هو بيحصل عندي خلل في الانفايرمنت بسبب natural disasters عندي, زي مثلا الوايلدفاير, الفلودز, التورنيدو, الدرود, التسونامي, الطايفون, الحاجات دي كلها تعتبر natural disasters بتأثر لي في الانفايرمنت اللي عندي وبتعمل فيها disturbance. طيب عندنا برضو الhuman disturbance, هو برضو بيسبب خلل في الانفايرمنت بتاعتي بس بسبب الhuman. يعني مثلا deforestation ده سبب من أسباب الهيومن, يعني إحنا بنبدأ إن إحنا نعمل cut للtrees والحاجات دي علشان نستخدمهم كاقتصاد وإحنا ننتفع بيهم, بس في نفس الوقت الانفايرمنت بتتضر بيها. بعد كده عندي recovery and succession. زي ما بيحصل عندي disturbance و disasters في الانفايرمنت بتاعتي, فأنا طبعا لازم يعني يحصل succession أو recover للانفايرمنت دي علشان ترجع تاني زي الأول. فهي ecological community undergoes changes following a disturbance or initial colonization of a new habit. زي عندي الexample هنا ان بيقول ان هاواي كانت في الاول يعني اتعملت بسبب فولكانو, يعني حصل انبعاث من بركان كبير جدا والفولكانو ده هو اللي كون لي جزيرة هاواي. فطبعا الجزيرة دي دلوقتي انتو زي ما شايفينها هي مزار سياحي والناس بتروحها وبتستمتع هناك, فده معناه ان حصل فيها ريكوفر. طيب في ريكوفر اند سكسيشن انا عندي تو سكسيشنز, البرايمري سكسيشن والسكندري سكسيشن. طيب اول حاجه برايمري سكسيشن occurs in a new places that have a little or new soil, in other words has been almost completely destroyed or newly formed. يعني انا دلوقتي مثلا لو عندي ايلاند زي اللي احنا كنا بنتكلم عليها اللي هي هاواي, ف حصل لها disturbance أو حصل لها disaster اللي هو الفولكينو. طيب بعد كده الفولكينو ده كان ولي soil يعني في هاواي, فبدأ ان عندي plants تتزرع كتير وفي trees كتير, فده بالنسبة لي كده primary succession. بعد كده عندي secondary succession. Secondary succession occurs when an existing ecosystem has been destroyed or disturbed. يعني أنا دلوقتي عندي مثلا برضو ناخد هواي كإكزامبل برضو عندنا. طيب هواي دلوقتي هي سليمة ومتعمرة وكل حاجة وفيها plants والحاجات دي كلها. أنا جي حصل عندي فولكينو تاني, فالفولكينو ده دمر لي كل حاجة كانت مبنية, دمر لي trees, دمر لي soil, دمر لي كل حاجة. فده كده حصل لي secondary succession, فأنا مضطرة بقى إن أنا أعيد بناء الموضوع ده تاني. يعني بنيت مرة اتدمرت هبني مرة تانية. مثلاً هو مدينا example على secondary succession, هو بيقول في ال before and after picture هنلاقي هنا ان ال trees دي حصل لها destroy وال soil برضو يعني ما بقتش احسن حاجة, بس ال soil لسه قابلة ان هي تنمو تاني وبيبقى فيها زرع تاني. فلو لاحظنا هنلاقيها في تاني صورة بقت الاشجار يعني صحية زي الاول, وغير كده كمان الزرع نمو. طيب هنا عندي برضو في secondary succession بيقول ان the disturbance can actually be healthy for an area over time because they can lead to increased biodiversity. يعني عندي مثلا لو الاريا دي اتدمرت تمام, فانا ببدأ ان انا مثلا اخد احتياطاتي في حاجات معينة, يعني اعرف بقى المشكلة دي لو حصلت لي تاني في نفس الاريا دي اقدر ان انا اعمل ايه والحاجات دي كلها. طيب بعد كده عندنا الإيكوسيستم ريزيلينس. إيه الإيكوسيستم ريزيلينس ده؟ هو بيقول it refers to an ecosystem capacity to absorb both natural and management imposed disturbance but still retain its basic function. طيب يعني إيه الكلام ده؟ هو يعني مقتصر على الانفايرمنت وعلى برضو الانيمالز اللي في الانفايرمنت. طيب أنا دلوقتي مثلا لو حصل لي disturbance في الانفايرمنت بتاعتي, فالريزيلينس ده هو الابيليتي تو ريكفر فروم ذس يعني ديستربنس. ببدا ان الانفايرمنت بتاعتي بتحاول ان هي تقاوم الديستربنس ده وبتبدا ان هي تعمله ريكفري. برضو بيحصل عندي في الانيمالز مثلا لو انا دلوقتي عندي الذئب, فالذئب ده هو المفروض بياكل يعني مثلا رابت, فدلوقتي انا عندي الرابت ده مات, فالولف هيحصل له ايكوسيستم ريزيلينس او هيعمل ريزيلينس بحيث ان هو مش هيبقى مقتصر على الرابط بس ان هو ياكله, لا هيحصل على غذائه برضو من ممكن بيجز, دونكيز او اي حاجة موجودة قدامه, لكن مش لازم ان هو يبقى معتمد على حيوان واحد بس.
طيب هنا هو بيقول the relation between ecosystem resilience and the complexity of the ecosystem. زي ما احنا قلنا ان كل لما الايكوسيستم بتاعنا يبقى كومبلكس اكتر او يبقى فيه بايوديفيرسيتي هلاقي عندنا ان الريزيلينس هتقل. يعني مثلا هنا لو عندي زي ما احنا كنا قايلين الولف او اللاين هو كان بياكل بس الرابتس فهيبدا ان هو يعمل ريزيلينس بحيث ان هو يبدا ياكل البيجز والدونكيز والمونكيز والحاجات دي كلها فهيبدا ان هو يحصل بايوديفيرسيتي عنده فبحيث كده الريزيلينس بتاعتي هتقل. طيب بعد كده عندي الانفيسيف سبيشيز. طيب ايه بقى الانفيسيف سبيشيز دي؟ هي بتقول ان دي انيمالز اور بلانتس فروم انذر ريجن اوف ذا وورلد ذات دونت بيلونج ان ذير نيو انفايرمنت. يعني انا دلوقتي لو عارفه ان في حشره معينه بتعيش مثلا في الجنوب تمام فالحشره دي لقيتها فجاه عايشه في الشمال طيب ايه اللي جابها هنا؟ ممكن بتبقى متجابه مثلا بشيب بولس فوتر او اكسيدنتال ريليز حاجه من الحاجات دي او مثلا لو نوع نبات موجود في اريا معينه وبيتزرع بس في الاريا دي فبعدين انا لقيته راح لاريا تانية. طيب ده يعني هيبقى invasive species وهيبقى حصل بان هو مثلا انتقلت عن طريق الهواء عن طريق المية او اي حاجة من الحاجات دي. بعد كده عندي الecosystem resistance. طيب ايه بقى الecosystem resistance ده؟ هو capacity of an ecosystem to retain its fundamental structure process and function. يعني انا ببدا ان مثلا لو جاء عندي بيبدا انه يحصل ديزاستر فالايكو سيستم بيعمل ريزيستنس للديزاستر دي بيحاول ان هو يقاومها على قد ما يقدر بحيث ان ما يحصلش عنده في الانفايرمنت ديستربنس. طيب هنا هيوضح لي اكتر ايه هي الايكو سيستم ريزيستنس وايه الايكو سيستم ريزيلينس. طيب هنا بيقول in general resistance refers to the ability of a population to withstand the disturbance والresilience refers to the ability to recover after suffering from the disturbance. يعني هنا هو بيقول لي ان الresistance دي بتحاول ان هي تقاوم الdisturbance قبل ما يحصل. يعني لسه disturbance ما حصلش هي قاعدة بتحاول ان هي تقاوم فيه. طب الresilience عندي الdisturbance حصل actually وانا بحاول ان انا اعمل recovery منه. طيب دلوقتي هندخل في LO15 اللي هي اخر LO عندنا في الايكولوجي ومتكونة من كونسبت واحد بس ونبقى كده خلصنا الايكولوجي كلها. طيب هنا بيتكلم عن restoration of ecosystem. طيب من الجملة دي نفهم ايه؟ نفهم ان بيحصل يعني حصل مثلا disturbance او disaster في الايكوسيستم بتاعي او الانفايرمنت بتاعتي وانا دلوقتي بحاول ان انا اعمل لها restoration او recovery بمعنى تاني. طيب مثلا الموضوع ده يحصل ازاي؟ هعمل plant trees, rewild or volunteer on a restoration project, buy organic, donate to conservation groups, or choose green investments. الحاجات دي كلها تقدر ان هي تعمل لي restoration للenvironment بتاعتي تاني بحيث ان هي ترجع زي الاول. يعني ان انا اعمل plant trees او مثلا ان انا احافظ على الenvironment بحيث ان انا اعمل project معين او كده الكلام ده كله بيعمل restoration. طيب protected area or conservation area دي كأننا كده مثلا بنتكلم عن المحميات لازم يبقى فيه protected area بحيث ان انا اعمل فيها protect للplants واعمل protect للanimals اللي انا يعني خايفة عليها او اللي هي endangered يعني بمعنى تاني. كده نبقى خلصنا الايكولوجي كله في الLO واتمنى تكونوا ان انتوا استفدتوا في اخر الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.